أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز لمن كانت عليه جنابة أن يقرأ القرآن علما بأنه يقرأه غيبا؟ لا، قال الذي عليه جنابة لا يقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجنابة تحبسه عن تلاوة القرآن، فلا الجنوب لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل. نعم.